قدم نصيحة من قلبه فوصلت إلى الملايين. شاب أثر في المجتمع السعودي إثر إصابته بمرض السرطان بسبب التدخين. هي نصيحة لكل مدخن ما يزال في بر الأمان، فشاهدوا. مجرد محاولة تقليد، نطالع الكبير، الشخص اللي أكبر مننا، نطالع مثلاً جارنا، تشوف فيلم، تشوف عم، خال، أحد، يعني أحد من أقارب الكبير يدخن، يتخيل لك أنه فيه شعور، فأنت تحاول تجرب هذا الشعور. فكلمة يعني لكل المدخنين، انتبه، صدقني وتأكد أنه لما تطيح ما راح أنت تتألم فقط، في ناس كثير راح تتألم حواليك. ولا تعتقد أنه إذا أنت دخنت أنك أنت راح تأذي نفسك فقط، أنت راح تأذي نفسك وراح تأذي اللي حواليك وبشكل أنت ما تتصوره. نومك يختلف، مزاجك يختلف، جلستك مع الناس وأخذك وكلامك وأسلوبك وتعاملك مع العالم كلها تختلف، كلها بسبب التدخين. وفي الأخير أذاني أنا شباب وكنت أكل بصل وثوم وجرجير وأحاول أني أكون رياضي قد ما أقدر وأمشي وأتحرك و و و و وفي الآخر وقعت. فلا تعتقد أبداً أبداً أنه أنت لما تدخن بتقدر تفك نفسك من الآثار الجانبية حقت الدخان إلا بطريقة واحدة، أنك تترك الدخان. طبعاً إذا بدأت على فلفل الكيماوي، العلاج الكيماوي هي عبارة عن مجموعة مغذيات تعتقد أنها بسيطة، لكن مع الوقت بعد كذا يوم تبدأ تحس بتغيرات داخل جسمك، عسر في الهضم، أحياناً سرعة في ضربات القلب، يعني لو مثلاً تمشي مسافة 10 خطوات وترجع تحس كأنك رحت جري 10 كيلو ورجعت. التنفس عندك يتغير، صداع، ألم في الأسنان، ألم في العظام، ألم في المفاصل، ألم في العضلات. تصير أحياناً يعني أي ضغطة على جسمك تأثر عليك بشكل مو طبيعي، ألم في الظهر، النوم يختلف عندك ويصير كثير، نفسياً من جوا أنت ما أنت مرتاح، يعني تحس بتقلبات ما تدري وش اللي فيك. من اثار برضو الكيماوي تساقط الشعر وتغير شكلك، يعني انا بنتي بتطالع فيني، او قبل اشهر بسيطه كانت بنتي تطالع فيني تقول ابوي انا ابغى زيك دقن، فكنت اقول لها ان شاء الله يطلع لك دقن، الحين تسالني تقول بابا وين دقنك. اذا كانت السيجاره هذه فيها من الاسفلت، فيها ماده التار، وتدخنها انت اكثر صلابه من الاسفلت، ما تتوقع في يوم من الأيام أبداً أنه بيضرك. أنا أتحدى لما يكون الأسفلت رطب لسه جديد، أتحدى أحد يجي يشم البخار اللي طالع من الأسفلت، ما تقدر تشمه لا من حرارة ولا من الأذية اللي راح تلاقيها في الرئة بسبب الدخان هذا اللي طالع، فكيف أنت تروح تدخن؟ بكل أمانة لما جاني الخبر أكثر ما فكرت فيه عيالي، هم أكثر من فكرت فيه، أكثر من شلت همه، والله العظيم ما نزلت دمعتي إلا يوم فكرت في عيالي. إذا شفت مدخن أتحسر عليه، لأنه قاعد يستمتع وفي نفس الوقت في شيء مخبى له ما يدري وش هو. الشيء المخبى هذا أنا شفته الآن، أكذب عليك إذا كنت أقول لك أني ما أستمتع، لكن نسمع الناس تقول تراه متعة زائفة، تراه مدري إيش الكلام اللي أنا أقوله الحين، هذا كنت أسمع من قبل وكنت أضحك داخليا، كنت من جوا أضحك أقول لو يعرف غير المدخن وش في لذة في التدخين كان دخن. الحين بانت الحقائق فعلا. المراهقين أنا أقول لهم عمر التدخين ما كان رجولة، عمر التدخين ما طلع لك شنب زيادة. أنا التدخين طيح شنبي طيح دقني، بعد ما تخلص السيجارة فك القطنة والحسها إذا تقدر، فك القطنة حق السيجارة والحسها إذا تقدر، إذا تقدر. اللي في القطنة ترى كله دخل داخلك، اللي في القطنة كله دخل داخلك، فهل أنت متقبل أو لا؟ وترى السيجارة هذه من ثمك طلعت أنت يا مدخن، يعني أنت اللي دخنتها، ما أبغاك تروح تأخذ سيجارة أي سيجارة أخذتها ثاني، أبيك نفس السيجارة اللي خلصتها أنت فك الجمرة وارميها، تمام؟ اقطع الجمرة وارميها وفك القطنة يا سيدي، لا تلحسها، شمها بس، هل تتقبلها أو لا؟ وبعد كذا فكر تدخن ولا لا، وشوف العالم كلها
وش صار فيها بسبب التدخين. لكل إخواني المدخنين، لا تقع في اللي وقع فيه غيرك، والعاقل من اعتبر بغيره.